أخطر إنسان ممكن تعرفه في حياتك هو المنافق، المنافق اللي في وشك حبيبك وفي ظهرك أشد أعدائك، المنافق اللي من جوه حاجة ومن بره حاجة تانية، المنافق اللي ليه ألف وش ووش، إن العالم كله يعترف بعداوته ليك أحسن ليك 100 بليار مرة من واحد عامل فيها حبيبك، لأن بكل بساطة تقدر إنك تحدد عدوك وتعرفه، وبكده تقدر تتوقع الضربة جاية من مين وجاية إمتى وإزاي، وممكن كمان إنك تقدر تصد ضربة عدوك وتتفاداها، ومش بس كده تقدر كمان إنك تتعافى منها لو جت فيك، لكن مستحيل انك تتوقع ضربة صاحبك، مستحيل كمان انك تقدر تصدها او تتفاداها، ولو ضربة المنافق جت فيك هتكون الضربة القاضية. ضربة المنافق هي الطريق السريع للقبر. وعلشان نكمل سلسلة شرح القرآن لازم افكرك في كل فيديو انك تعمل لايك للفيديو وتعمل شير في الخير وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، واصحى لا يغفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا أبو الأعمام في شرح آية جديدة من سلسلة شرح القرآن. علشان نبدأ شرح الآية النهاردة لازم أحكي لك النفاق بدأ إزاي وفين، وعلشان أحكي لك بداية النفاق لازم نرجع سوا فلاش باك ل3000 سنة ورا. من 3000 سنة ربنا سبحانه وتعالى نزل التوراة على سيدنا موسى، وزي ما أنت عارف التوراة دي كان فيها أحكام وشريعة وحلال وحرام، وزي ما كان فيها أحكام وشريعة وحلال وحرام كان فيها برضو قصص للأنبياء وصفات للأنبياء اللي هيجوا بعد سيدنا موسى، يعني كان فيها صفات سيدنا عيسى بالدقة والتفصيل، وكان فيها برضو صفات سيدنا محمد بأدق الدقة والتفصيل، شوية صفات للأنبياء مستحيل إن حد يتشابه فيها، يعني على سبيل المثال سيدنا عيسى عليه السلام كان ليه صفات في التوراة مستحيل إن حد لو عرفها إن هو يتشابه بين سيدنا عيسى وبين واحد تاني، زي ما بنقول سيدنا عيسى واحد بس. وكذلك برضو سيدنا محمد مستحيل إنك تعرف اللي في التوراة عن سيدنا محمد وتتشابه بين سيدنا محمد وبين حد تاني، مستحيل عقلك يوزك يقولك إن ده محمد أو ده محمد أو تختلف ما بين الاثنين، سيدنا محمد واحد بس وسيدنا عيسى واحد بس، صفات ما ينفعش انها تتشابه مع اي حد في الكون. نطلع قدام شوية للحظة وجود سيدنا عيسى عليه السلام. اول ما ظهر سيدنا عيسى وقال ان هو نبي اليهود كذبوه وامروا الناس ان هم يكفروا بيه ويكذبوه، واللي كان بيؤمن بسيدنا عيسى ويعرف ان هو مؤمن بنبوته كانوا بيمسكوه وبينفخوه وبينفخوا اهله. نقف لحد كده وبس؟ لا، اليهود برضو سيدنا عيسى اينما ذهب، وين ما سيدنا عيسى يروح كان اليهود بيروحوا وراه، وبرضو ده مش كفاية، كوهين بيضحي النهاردة حضرتك. اليهود كانوا عاوزين يقتلوا سيدنا عيسى عليه السلام. على فكرة ده مش جديد عليهم، ياما اليهود قتلوا أنبياء كتير وده مذكور في القرآن الكريم، بس طبعا زي ما انت عارف والمسلمين كلهم عارفين ان اليهود ما قدروش انهم يلمسوا شعرة من سيدنا عيسى عليه السلام لان ربنا سبحانه وتعالى رفع سيدنا عيسى اليه. نطلع بقى قدام شوية ل500 سنة بعد سيدنا عيسى، وبالتحديد في حدود 560-550 حاجة في الرنج ده. في الوقت ده اليهود كانوا مستنيين ظهور نبي آخر الزمان اللي موجود عندهم في التوراة، والنبي ده هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود بيتفخروا وبيتفشخروا وبيستفتحوا او بيستنصروا بسيدنا محمد على العرب. لو حصلت مشكله بين واحد يهودي وبين واحد عربي من عبده الاصنام كان اليهودي بيقول له حتى اذا ظهر المبعوث فينا قتلناكم به قتل عاد وارم. اليهود كانوا فاكرين ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيطلع من بني اسرائيل، هيطلع منهم هم، علشان كده كانوا بيستفتحوا وبيستنصروا به على العرب. تمر الايام لحد سنه 571 ميلاديا، يتولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبمجرد ما سيدنا محمد يتولد اليهود يعرفوا، لأن موجود عندهم في التوراة إن يوم ولادة النبي محمد سيظهر في السماء نجم أحمر. وفعلا في يوم ولادة النبي ظهر في السماء نجم أحمر وكانوا بيسموه نجم أحمد، وأول ما اليهود شافوا النجم ده عرفوا إن نبي آخر الزمان اتولد، واليهود في المدينة فضلوا يدوروا على المواليد اللي اتولدت الليلة على أمل يلاقوا الأوصاف الموجودة عندهم في التوراة عن نبي آخر الزمان ويكون المولود اتولد منهم. على الناحية التانية في مكة كان في راجل يهودي موجود في قريش بيتاجر، شاف النجم في مكة وعرف إن ده نجم أحمد وعرف إن هو اتولد في الليلة دي. فاليهودي راح لشوية شباب قاعدين مع بعض وسألهم هل ولد فيكم الليلة مولود؟ يا جماعة ما تعرفوش في مولود اتولد في مكة النهاردة ولا لأ؟ الشباب قالوا لا نعلمه، والله احنا مش عارفين. اليهودي قال فاسمعوا وعوا، اسمعوني كويس وافهموا اللي هقوله، قد ظهر الليلة نجم أحمد وقد ولد الليلة نبي آخر الزمان، فأما إنه قد أخطأكم فقد أصابنا، يعني النهاردة ظهر نجم أحمد نبي آخر الزمان واتولد الليلة، وطالما ما فيش حد اتولد فيكم النهاردة يبقى أكيد اتولد فينا إحنا. الليلة عدت على
على خير والشباب كل واحد روح على بيته، وكل واحد سأل أهل بيته هل علمتي بمولود قد ولد اليوم؟ متعرفيش في مولود جديد في قريش ولا لا؟ الستات كانت بتجاوب كالآتي: لقد ولد اليوم لعبد المطلب مولود كالبدر في تمامه. تاني يوم الصبح الشباب يتجمعوا تاني ويحكوا البعض على اللي حصل: أما علمتم ما ولد لعبد المطلب؟ يقال أنه ولد له مولود كالبدر في تمامه. قالوا: نعم قد علمنا. فواحد قال لهم: انتوا فاكرين اللي قاله اليهود امبارح؟ قالوا: طبعا فاكرين. قالوا: طب ما تيجي نروح نقول له. الشباب ما كدبوش خبر، اتجمعوا طبعا وراحوا يجروا على اليهودي: يا فلان، قد سألتنا البارحة هل ولد فينا مولود، وقد علمنا اليوم أنه ولد لعبد المطلب مولود كالبدر في تمامه. اليهودي ما كدبش خبر وقال: ودوني لي أنا عاوز أشوفه. الشباب خدوه وراحوا بيه على بيت السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما دخلوا البيت قالوا: اكشفيه لنا وريه لنا، عاوزين نشوفه. وأول ما اليهودي شافه وقع مغمى عليه، وقع على الأرض ما حطش منطق. الشباب اتخضوا عليه وفوقوه: ما لك يا فلان؟ ما بك؟ ما لك يا عمنا؟ إيه اللي حصل لك؟ فوق كده وصحصح معانا. فاليهودي قام وقال: ألا قد فرحتم به يا معشر قريش، فوالله لا يسودن بكم الأمم. يا بختكم بي يا معشر قريش، ده هيخليكم قادة الأمم. تعد الأيام والسنين وسيدنا محمد يوصل سنه 40 سنة، وينزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام بالوحي المبارك. تعد برضو الأيام والسنين والمسلمين في مكة بيتم اضطهادهم وتعذيبهم زي ما انت عارف، فربنا سبحانه وتعالى يؤمر النبي والمؤمنين به ان هم يهاجروا الى يثرب اللي هي المدينة المنورة حاليا. وفعلا المسلمين يطلعوا على يثرب يوم الاثنين 13 مارس سنة 624 ميلاديا، الموافق يوم الاثنين 17 رمضان سنة 2 هجريا. واحفظ يا ابو عمو التاريخ ده كويس، لانه اهم يوم في تاريخ المسلمين كله. المسلمين قاعدين في المدينة في امان الله، وفجأة جيلهم خبر ان في قافلة تجارية جاية من الشام وطلعة على قريش، والقافلة دي فيها فلوس المسلمين واموالهم اللي سابوها في مكة قبل الهجرة. زي ما انت عارف ان قريش ما سابتش المسلمين في حالهم، كانوا بيعذبوهم وكانوا بيضطهدوهم. لما المسلمين هاجروا الى المدينة كفار قريش ما سكتوش، وخدوا اي حاجة وكل حاجة سابها المسلمين من بيوت وبهايم وفلوس. فالمسلمين اول ما عرفوا ان القافلة جاية وهتعدي عليهم طلعوا يجروا على الرسول صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، اسأل لنا ربك ان يأذن لنا بالقتال، في قافلة جاية يا رسول الله وفيها تجارة وبضايع لقريش، وانت عارف احنا سيبنا فلوسنا وحاجتنا هناك وهم استولوا عليها، فاسأل لنا ربك واطلب منه الاذن ان احنا نحمل السلاح وندفع عن نفسنا ونجيب فلوسنا. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربنا سبحانه وتعالى، وربنا اذن للمسلمين بحمل السلاح. المدينة بقى اتدربكت، كل واحد يجري على بيته من المسلمين ويمسك سلاحه ويطلع يجري. دخلوا على القافلة وخدوا كل اللي فيها وما سابوش حاجة، ورجعوا بيها على المدينة. والناحية التانية في مكة ابو لهب وابو جهل وشوية الكفار الحلوين دول قاعدين في النادي بتاعهم اللي هو قعدة العرب، كانوا مستقرين ياسين قوي ومستنيين التجاره بتاعتهم جايه من الشام، وخلاص بقى الفلوس هتلعب معانا وهنتنغنغنغنغ. فجاه يجي واحد بحصان من بعيد وجاي بسرعه رهيبه جدا وبيصرخ: الغوث الغوث يا معشر قريش، الغوث. ابو لهب طلع يجري: ما بك؟ فكلتك امك؟ في خربت امك؟ قد استولى محمد واصحابه على تجارتكم القادمه من الشام، الغوث يا معشر قريش، النفير النفير النجدة. الكفار يبصوا على بعض: ايه يا جدعان، هو احنا هافق ولا ايه؟ المسلمين يعملوا فينا كده؟ ابو جهل ما بقاش ليه كلمه في البلد دي ولا ايه؟ ابو لهب كوز دورة قاعد ولا ايه؟ مش فاهم، احنا لازم نجيب حقنا بدراعنا. لم الرجاله يده والسلاح وتعالى ورايا. مكه اتدربكت، وقريش كل واحد فيهم بيجري في ناحيه، كل واحد راح بيته وجاب السلاح بتاعه والدرع بتاعه ولبس لبس الحرب، اللي معاه حصان ركب الحصان وطلع يجري. لموا بعض كده بربطه المعلم وطلعوا على المدينه. الناحيه الثانيه في المدينه المنوره المسلمين يجي لهم خبر ان قريش ما سكتتش وجايبه سلاح وجاي علينا، وقد عزموا ان لن يتركوا المدينه حتى ياخذوا بثارهم منا وياخذوا فلوسهم على داير مليم. المسلمين يسكتوا؟ لا، هم كانوا مستنيين اللحظه دي اساسا. المدينه المنوره حصلت فيها حركه تاني، وكل واحد بيجري على بيته ويجيب سلاحه، طلعوا يجروا علشان يقابلوا الكفار. وهم الاثنين اتقابلوا عند بير اسمه بير بدر، والمسلمين وصلوا للبير ده الاول فسيطروا على الميه. المسلمين وقتها كان عددهم 313 او 314، وكان معاهم حصانين اتنين فرسين بس مفيش غير. الناحيه الثانيه في ابو جهل بقياده الاستاذ ابو لهب، ومعاهم شويه الكفار واكل الربا، وكان معاهم 1000 واحد من الكفار والعبيد، وكان معاهم حوالي من 200 ل 300 حصان، ده غير طبعا السيوف والدروع والخناجر اللي كانت موجوده معاهم، برضه سلاح. المسلمين كانوا في الوقت ده على قد حالهم، كل واحد معاه سيفه والدرع بتاعه، وصلينا على النبي على كده. المسلمين قعدوا عند البير يجهزوا الخطه ويشوفوا هيعملوا ايه، وبيبصوا على الكفار كم واحد وعددهم قد ايه. الناحيه الثانيه كان الاستاذ ابو جهل قاعد بيجهز الخطه مع الكفار، وبعتوا واحد يشوف المسلمين
عددهم قد ايه. وفي يوم 17 رمضان يوم الاثنين بدات المعركه الحاسمه بين المسلمين والكفار. المسلمين طلعوا السيوف الله اكبر وجريوا على الكفار. الناحيه الثانيه الكفار طلعوا السيوف هي وجريوا على المسلمين. بدات المعركه الحاسمه، رجلين بتتقطع وايدين بتطير والرقاب بترفرف والدنيا كانت ايه معجنه. المهم المسلمين انتصروا على الكفار وكان عددهم 313 او 314 واحد، وكان الكفار عددهم اكتر من 1000 واحد. وبعد المعركه دي المسلمين زادت ثقتهم في الله سبحانه وتعالى وفي سيدنا محمد وزادت ثقتهم في نفسهم، وبقى ليهم في المدينه كلمه وشنه ورنه والف مين يعمل لهم حساب. في الوقت ده اكتر ناس كانوا موجودين في المدينه المنوره هم اليهود. في الوقت ده كان موجود في المدينه اهل الكتاب، وكان موجود فيها برضو شويه عرب بيعبدوا الاصنام، بس اكتر ناس كانوا موجودين هم اليهود. كان ليهم وضعهم وكانوا عدد كبير وكان ليهم كلمتهم. لكن بعد غزوه بدر او معركه بدر المسلمين هم اللي سيطروا على المدينه، بقى ليهم كلمتهم ومحدش يستهان بيهم. ومن هنا بدا النفاق. اول ما الاسلام اشتد عوده وبقى ليهم قوه بدا النفاق يظهر في المدينة المنورة علشان يسلموا من المسلمين. ما هو طبيعي اللي يخاف منك لازم ينافقك. ففي الأيام دي ظهر في اليهود منافقين علشان يسلموا من المسلمين، لأن كان في شوية مشاكل ما بين المسلمين وما بين اليهود، وسبب المشاكل دي هنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة الجاية أو اللي بعدها. المهم ربنا سبحانه وتعالى نزل آيات في اليهود، ومن ضمن الآيات دي الآية اللي هنشرحها النهاردة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. الآيات اللي فاتت كانت بتتكلم عن اليهود زي ما إحنا قلنا، ده لو أنت متابع يعني، ده لو أنت متابع، لو حضرتك سيادتك متابع هتعرف انا بتكلم عن ايه. فلازم تتابع معايا علشان القرآن موصل ببعضه، ما ينفعش ان احنا نفرق آية عن آية. علشان تفهم الآيات صح لازم توصلها مع بعض، ولازم تفهم اللي فاتت علشان تقدر تفهم اللي جاية. فالآيات اللي فاتت زي ما قلنا بتتكلم عن اليهود، فالآية دي مستمر الكلام عنهم. وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني لما اليهود يشوفوا النبي ويشوفوا المسلمين يعلنوا إسلامهم قالوا آمن. فربنا بيقول هنا إن دول منافقين ومش مسلمين بجد. ربنا فضحهم في القرآن للنبي وأصحابه زي ما فضحهم على مر الزمن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أول ما يشوفوا المسلمين يعلنوا إسلامهم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، يعني أول ما يبعدوا عن المسلمين ويكونوا مع بعض لوحدهم، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. العلماء وأحبار اليهود يمسكوا الناس المنافقين دول اللي بيقولوا للمسلمين آمنا ويمسكوهم من على إبهم، وتعالى حبيب انت وهو. احنا قلنا ايه ياض؟ قلنا ايه ياض؟ ما بتسمعوش الكلام ليه يا حيوان؟ اول ما ظهر النبي محمد اليهود عرفوه ان هو النبي فعلا، فاليهود اتفقوا على انهم يكذبوا النبي محمد ويكفروا بيه، واتفقوا بشكل عام على كده. واول ما ظهر المنافقين في اليهود الاحبار مسكوهم وادوهم العلقه التمام. عاوز تنافق المسلمين نافقهم، بس ما تقولهمش ان ده النبي فعلا، ما تقولهمش ان ده النبي الموجود عندنا في التوراه، ما تقولهمش اللي حصل معانا ومع اجدادنا زمان. كان لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل ايه عن اليهود زمان او عن بني اسرائيل زمان، كان المسلمين بيسالوا المنافقين من اليهود وده حصل معاكم فعلا؟ ربنا بيقول كذا 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 كذا، هل ده حصل فعلا موجود عندكم في التوراه؟ فالمنافقين كانوا بيقولوا اه حصل معانا كده. فالاحبار مسكوهم وادوهم العلقه التمام. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. انتوا بتعترفوا لهم بان النبي محمد موجود عندنا في التوراه واحنا بنكذبه كده، انت بتدي المسلمين حجه علينا عند ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لهم اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وده في توبيخ، يعني على اساس انتوا مش عارفين ان ربنا يعرف اللي جواكم واللي براكم، ايه اللي انتوا بتخبوه في نفسكم وايه اللي انتوا بتقولوه للناس. ربنا عارف كل حاجه عنكم، عارف ايه اللي جواكم وايه اللي براكم. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، موجود عندهم في التوراة ان ربنا سبحانه وتعالى علام الغيوب وبيطلع على عباده وعارف ايه اللي جواهم وايه اللي براهم. وبرضو يا ابو الاعمام علشان برضو ما تنساش، لو الفيديو عجبك واستفدت منه بمعلومات دينية ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يطلع، وتعمل شير في الخير عشان غيرك يستفيد، وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. وما تنساش برضو يا ابو عمو اهم حاجة انك تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية. واشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوهين شالوم، كوهين احنا ماشيين، شالوم حبيبي. فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.